إنسان على الأرض أول ما ابتدى أخ قتل غدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان إنسان جبنا وجرته يبقى هو الإنسان إنسان قلب تمنى وانجرح عين بكت حزن وفرح يمشي يعمر دنيته يبطش يدمر أخوته بصفك وينصرك ويكون لك ولا يكون إنسان كانت سرية مطلوبة حتى ينجح اللي أنا كنت ناوي عليه يعني ما حد يعرف عن الموضوع غيرنا ومبارك مضمون ولو انه كان حذر لانه يخاف غدري اقول احنا محتاجين شخص ثالث في سعادة انا ما قلت لك ما اريد حد غيرنا يعرف ولا عقبتك سالفة الفلوس فلوس فلوس ايش اللي انت قاعد تتكلم عنها انا خذيت منك شيء قول شخص ثالث يعني لازم أدفع له مثل ما أدفع لك أعتقد هذا الشيء اتفقنا عليه وأعتقد أن أنا ما أخذت منك شيء بتاخذ بتاخذ وعد مني بتاخذ مالك ساكت تكلم حشا كليتني كلامي ما عجبك أنت أعطيتني فرصة أتكلم زي خلاص هذه الفرصة قدامك تكلم إذا بنجلس نشك في بعضنا ما راح نسوي شيء الثقة مطلوبة صح
صح كلامك، بس زي خبر ليش الشخص الثالث؟ قولي نقدر أنا وأنت نشل وحدنا؟ لا ما نقدر. كلامك معقول، من الشخص الثالث؟ كيف حالك؟ الثالث كان ناصر أخو مبارك ويكون أبو سعد، ما حد منا في العيلة كان يعرفه حتى وعد ذيك الأيام، لأنه عنده إعاقة ذهنية وهم يبعدوه رغم الحب الكبير اللي بينهم. ليش قلت لناصر اللي أخو خطيبتك؟ تكلم، ليش ما ترد؟ لو خبرت أنك معادني كان بيمسح فيك الأرض بيبهدلك. والأدمر لو قلت له أنك ما موافق علي كان بيدفنك وأنت حي. يعني أنا ضمنت أنك ما بتتكلم، وأنت ضمنت أني ما بغدر بك ما دام هو معك. الحين خبرني ايش هو ترتيبك؟ اجيب لك شيء تشرب. كانت مهمتي اني انوم زايد بدواء العطار، ومهمة مبارك انه يقنع زوينة تيجي في نفس المكان اللي كان زايد موعدنها فيه. مهمة والدنا إني يشله وهو نايم. ولما فتح عيونه حصلنا كلنا على راسه، ومعانا إمام مسجد جبناه من حلة ثانية علشان يملكهم على بعض. أكيد ما وافق على الملك. هو وافق لسببين. السبب الأول وجودنا في المكان، والسبب الثاني ما عرفته إلا بعد شهور من زواجهم. وافق وهو يضمر بداخله الشيء لنا جميعا. لكن تم اللي بغيته وهذا هو المهم. صحيح، بس فاتنا الأهم، نسينا نخبر أهلها بموضوع الملك. وهو لما شاف نفسه حر طلقها وهددنا أنه بيضرها. إيش من بشر هذا؟ بعد شهور، تحديدا بعد حادثة مبارك اللي بقولكم عليها في وقت ثاني، هربت لأني كنت المتهم الرئيسي فيها، وهذا صحيح. رحت وقابلت زوينة، صعبت علي لأنها كانت مظلومة مثلي، اعتنيت فيها لأنها كانت إنسانة بمعنى الكلمة، لحد ما جابتك يا نواف، وبعدها ماتت. ولدتني وماتت. إيه، همها كان أكبر منها. تخيل، تخيل انها تعيش شهور وهي حامل لوحدها مع خوف على مستقبلك انت لما تنولد. كنا نزورها انا واختها الصغيره مريم اللي هي الحين زوجة هلال اخو عمران. مريم كانت سبب من اسباب تغيري من الحاله اللي انا كنت فيها.
بس انت قدرت تسوي لها شيء. ما اعطيتها حقها مهما سويت، لاني كنت ضايع بين معنى الحب ومعنى الكراهية. بس سويت اللي يضمن حقك الشرعي، لكن بطريقتي. ما فهمت. أنا اللي وديتها المستشفى علشان تولد بمساعدة مبارك، وطبعا ما كان صعب علي أخذ جواز وختم زايد، وسجلتك في شهادة الميلاد كابن من أبناء زايد. شهادة ميلاد؟ أيوة، قلت لهم إني أنا أخو، وإنه مريض في البيت وما قادر أتحرك. الشهادة قانونية يا نواف، وتثبت إنك والده. وليش ما واجهته بالحقيقة وحطيته أمام الأمر الواقع؟ لو سويتها أكيد ما كان بيتقبلك وينكر، ولو قبل تحت الضغط مستحيل يعاملك مثل أولاده. وهذا اللي خلاني يا ولدي أختار لك الوضع اللي أنت فيه الحين. تختار لي أكون مجهول النسب؟ ممكن الثمن يكون غالي، لكن النتيجة نحمد الله عليها. وهذا الدكتور نواف المعروف، الحين في أشياء كثيرة تقدر تثبتها وتغيرها. عرفت ليش كنت دائما تتردد علي وتجيني؟ طول عمري أحس بعلاقة بيني وبينك أقوى من علاقة معيل اليتيم. الحمد لله، الحين أقدر أطالب بحقوقي وتسميتي يا دكتور. ممكن يا عمي ماجد. علي، ريان، علي، ريان، علي، ريان. نظرات المعلمات انهم عارفوا بسالفة شداد. في حد قال لك شيء؟ لا، بس عيونهم كانت تحكي، وحتى الطالبات احسها مساسرة عليه. لا يا رضية، هذا مجرد احساس، تخوف لا اكثر. الظاهر انت فكرتي كثير في هالموضوع وبقى في راسك. ممكن يكون اليوم في راسي، لكن مصير الكل يعرف، وما أعرف إيش ممكن يقولون، كيف ممكن يعاملوني، أو حتى يعاملوا أولادي. إيش هذا؟ قلت أخذ إجازة بدون راتب. ممكن وأحسن. أنا وضحت في الرسالة أنا عندي أسباب خاصة بالقاهرة، وأتمنى يوافقوا عليها. إن شاء الله بيوافقوا عليها، وأنا بذكر رسالة أكيد. المهم إنك تطمني
ولا تشيلي هم. كيف عمي ماجد معاكي؟ أنا مرتاحة وكأني في الجنة لأني معه. عمي بغيت أذكرك بموعد الاجتماع. طيب سبقني أنت وأنا بلحقك. إن شاء الله عمي. أرجو إني أكون ما معطلنك عن شغلك الشمل. قلت إنك تريد تكلمني عن موضوع المكتب. إيه خبرني شداد إنك تريد تشتري المكتب من عنده بالسعر اللي حدده شداد. نعم هذا صحيح. ما أدري إذا تعرف ولا لا، الله يسلمك أنا شريكة في المكتب. وهذا يشير في الموضوع. اللي عارفه إنه المكتب في الأساس مكتب شداد. هي هو صحيح إنه مكتب شداد، لكن أنا دخلت معه شريك بعدين. أكرر سؤالي، هذا إيش يغير في الموضوع كونك شريك؟ الحقيقة إني كنت ناوي أشتري المكتب منه. نعم نعم نعم. تفضل استريح. وإيش المطلوب مني أنا؟ أنا أقول يا الشمج لو تخلي المكتب وأنا أشتري من شداد. وهذا لصالحك ولا لصالح شداد؟ لصالح نحن الاثنين. متأكد؟ الحقيقة لصالح أنا يا الشمك. يعني المكتب لو جاب ما جاب 15 أو 20 ألف وهذا أنا أقدر أدبرهم، لكن لو شداد حدد المبلغ اللي يريده فأكيد راح يطلب أضعاف هذا المبلغ. ها إيش قلت؟ قلت اطلع برا وما أريد أشوف وجهك هنا مرة ثانية. هذا أبسط شيء ممكن يسويه معك. حتى أنت علي يا الحاج. خير إن شاء الله. أنا إيش سويت؟ أنت كذبت علي لما سألك، حاولت إنك تتذاكى قدامه، وأنت أغبى مخلوقات الله على الأرض. بس يا سيد جلس اسمعني للآخر. أنت ما فكرت في وضع شداد مثل ما فكر هو. أنت حاولت تستغله وهو حاول يوقف معاه ويساعده. أنت كنت بتحصل نصيبك لولا أنك رحت له وقلت له أنه يمتنع عن مساعدة شداد ويكون المكتب لك. وهذه إيش فيها؟ بعدك تسألني يا بني آدم؟ أنت وشداد كنت ربع وأصدقاء، تروحوا وتاكلوا وتشربوا وتسافروا مع بعض، ولما يطيح تكون أنت أول واحد يقو سكينه عليه. هذا سوق الحاج وانت عارف. قول هذا صوت المادية اللي تنادي بيها انت واللي من امثالك. يا خسارة، خسارة اني انا انتمي لواحد من امثالك. اطلع غيب غيب، ما اريد اشوف وجهك. اطلع. أنا رايحة أزور شداد، ما حد بيجي معاه؟ معقولة كلنا مترددين في الزيارة؟ مدام الزيارة مسموحة إيش اللي يمنع؟ حتى زيارتهم صارت بمحايلة. هاي يا راشد، بتجي معاي ولا خايف؟ آخر مرة زرت فيها حسيت إنه بيقول كلام متردد. أنا بعد حسيت بهذا الشيء، علشان كذي ما لازم نقطع الزيارة عنه. بس أنتوا تعرفوا رأي زايد في هالموضوع، قال ما حد فينا يروح يزوره. كل واحد يحرر نفسه يا نعيمة، وما حد يوصف حد على شيء ما يريده. إنزين أنتوا ما تخافوا على نفسكم. أنا بروح معك يا وعد. لو كان لا قدر الله قيصر مكان شداد بالتركي، فعل الله ولا فالك، بعيد الشر والبلاء عن ولدي قيصر إن شاء الله. اللهم آمين. بس أريدك تراعي مشاعر راشد لما تتكلمي عن شداد قدامه. لا تنسوا تسلموا لي على شداد.
ايش اسوي يا جماعه؟ الروح غاليه. تاخرت في زيارتك بس الله اعلم ان قلبي معك. انا مقدر كل شيء والحضر واجب. عمتي وعد. اسمعك يا شدة، بس الحمد لله اليوم اشوفك احسن. انا وكلت امري لله، طلبت اشوفكم عشان اوصيكم. اذا بتجلس تتكلم بهذه الطريقه انا بروح. يا عبدي ارجوش ما في وقت، انا ايامي تتناقص. قبل شويه تقول وكلت امرك لله، ايش اللي يخليك تفكر بهذا الياس يا ولدي؟ انا افكر بالعقل يا ابوي، العقل اللي يقول اني لازم اوصيكم، اني في اي لحظه في اي وقت ممكن. لا، ما بيد الله، ومن يعرف يمكن يكون يومنا قبل يومك. هذا كلام الحق. نشوف الناس مرضى ونشك انهم بيموتوا وبيصحوا باذن الله، ونشوف الناس بصحه وعافيه ويموتوا فجاه، وربك ما يريد يا شداد. ونعم بالله، بس ارجوكم ان تسمعوني وريحوني. قول يا شداد بس لا تكثر. اوصيكم باولادي من بعدي، عارف كل اخطائي والله اعلم اني ندمان عليها، ما اريدهم يعرفوا مهما حصل. انتم بيعيشوا حياتهم بعيد عن سمعه ابوهم، الناس انتم عارفين ما ترحم. ما اريد حد يعايرهم بي انا، انا ابوه ابوي عبدي، وعدوني ارجوكم. انت كيف توقعت وجيت الشركه مره ثانيه؟ انا المحامي الخاص الاستاذ ماجد ابو قيصر، واعتقد ان بيكم قضيه لازم تحسم، وانا جيت للسبب ده. اذا استريح، استريح ما دام جيت بهذه الصفه. الله اكبر، زي ما قال ماجد، ليش رسلك انت بالذات؟ أكيد السالفة أكبر من القضية. لا تستعجل، هخليك تلف حوالين نفسك. تفضل قول إيش اللي بغيت تقوله. اسمح لي أقول لك إنه لابد الحوار يكون قائم بينكم وبين الأستاذ ماجد. خلص وقول كل شيء عندك. وإيش تقصد بالحوار؟ الحقيقة الأستاذ ماجد عاوز يلتقي بيكم أنتوا الثلاثة ويتكلم معاكم قبل موعد الجلسة المحددة بالمحكمة. يا ترى ايش يريد يقول؟ هو بالتأكيد بحكم الأخوة اللي بينكم ما عاوز الخصومة تزيد. لو كان هذا الكلام صحيح ما كان تقدم الدعوة ضدنا. بس هو يشوف انه ليه عندكم حق، واحنا نشوف انه ما له حق عندنا. وبيننا وبين المحكمة روح بلغى بهذا الكلام. أنا لساتي ما انهيت كلامي وعندي حاجات تانية كثيرة أقولها. بس أنا خلصت كلامي وما عندي كلام آخر أقوله. تفضل. كلمة أخيرة لازم أقولها لك أنت بالذات، عبارة عن رسالة قصيرة من لساني لودانك، طلبة مني الأستاذ ماجد. قول وخلصني، تراني بديت أمل من كلامك. الأستاذ ماجد قال لي إنه في حالة زايد رفض، قول له زوينة قبل لا تموت جابت ولد. ايش؟ ايش رايك؟
انت ايش اللي تقول؟ خلقني فيك رقبتي. ايش اللي جالس تقوله؟ انا زادي ما قلت شيء، دي رساله وعلى رسول البلاغ. انا استاذن، اصلا اتفقت حياتي في المشوار ده. اسمعني، قل له، قل له اني بحاول اقنعهم بالجلسه قبل المحكمه، بس يعطيني فرصه شويه. روح روح، عندك الوقت وعندك اختيار المكان المناسب للمقابله. مع السلامه. والله لا يسلمك، لا انت ولا اللي انطرش منك. ايش قصد يقول ماجد؟ يعني ولد سويله هو ولدي؟ طيب من هو؟ هذه اذا كانت صدفه اني اشوفك هنا فهي صدفه جميله يا اخت ماجد. لا انا قصدي امر واسلم عليك وبعد السلام يجي الكلام. تفضل. سؤال محيرني من يوم ما جيت زرتنا البيت، قلت اجي واسالك اياه. ليش سالتكم عن اللي اسمها زوينه؟ وكيف عرفت هذا الاسم؟ وقيصر يريد يعرف ولا هذا سؤالك بس؟ وهذه تفرق بشيء؟ اخاف يجي ويسوي لنا سالفه مثل هذيك المره. دكتور القاسم المشترك ما عرفت باسمها عمكم ماجد، علشان كذي جيت سالتكم حتى اعرف عنها اكثر. وليش تريد تعرف عنها اكثر يا دكتور؟ يمكن لنفس السبب اللي حرك فضولك وجيت تسالي عنها. ما فهمت. زوينه باللي سواه معاها مثل ما عرفت من عمتي تعني لعمي ماجد اكثر من اي واحد في عائلتنا. وانا يعنيني عمك ماجد اكثر من اي واحد في عائلتكم. استاذنك لاني مشغول. اشوف حسه دي بيها كل شغل الشركه على راسك يا قيصر. الشغل موزع بنظام على كل الدوائر، بس انا احب اخلص كل شيء بنفسي. نفس اسلوب عمك ماجد. وليش ما قلت نفس اسلوب ابوي زايد؟ انت كنت تشتغل معاه سنين وتعرف اسلوبه زين. من كل قلبي اتمنى انك ما تكون غضبان مني لانني بقيت مع عمك ماجد. اللي زعل انك كنت معاه من زمان ومخبي كانك. مع ذلك خلاص الحين كل شيء واضح. اقدر اخدمك بشيء؟ انا كنت اليوم عند والدك. قدرت تواجهه؟ دي كانت رغبة عمك ماجد. عمي ماجد مرة ثانية. طيب كيف استقبلك ابوي؟ ده ما مهم الحين. وايش المهم عيل؟ كأنك تريد تقول لي شيء؟ أبوك عن أكيد هيقول لك عن سبب زيارتي له، بس في كل الحالات أتمنى تكونوا أنت الأبناء بعيدين عن الموضوع، لأن دي سالفة قديمة من الماضي تخص الأخوة الأربعة. أحسنت، زين إنك ما رديت عليه. ما تعرف ايش اللي كان يريد يعرفه منك؟ لا انا قابلته بالصدفه و... سبق وقلت لك انه ماجد ما يترك شيء للصدفه. بس انا اتكلم عن ابو الفضل. وانا اتكلم عن ماجد لانه كل اللي يعرف ماجد يتكلم بلسانه، وهذا الشيء اللي اريده ما يغيب عن بالك من اليوم ورايح. ايش اللي استجد؟ أقصد إيش قال لك أبو الفضل لما جاء؟
ما مهم الحين اللي قاله، الأهم أنت يا قيصر. لا تترك لأي حد من طرف ماجد يقرأ على إذنك بشيء وتصدقه على حساب أبوك. أنت تعرف يا أبوي أن هذا الشيء مستحيل. عارف ومتأكد، بس يا ولدي الحذر واجب. هذا الخير في يوم من الأيام بتكون أنت المسؤول عنه، هي ما أنت بتنتقل لك، والكل بيأتمر بأمرك. وعلشان يتم هذا لازم تكون معي أنا. ليش ساكت؟ تكلم لما تكون قدامي، قول اللي في راسك. أتوقع لو اللي صار مع شداد كان هو اللي بيسمع منك هالكلام الحين. هذا صحيح، كنت معتمد عليه وكنت جهزه لأمر كبير، لكن ضيع نفسه بنفسه. لكن أنت الحين كل شيء، وكل شيء بيكون تحت إيدك لو ظليت معي. تسمعني يا قيصر؟ طمن، أنا معك، معك يا أبو. ركشة، أيوة ركشة، ليش لا؟ أنت متأكد من القرض ولا بتورط هذا الصيادين المساكين معك؟ عفا عليك، كلها كم من يوم وبنفسك بتشوف. على فكرة أنا محضر لك مفاجأة بعد. الله يستر من مفاجآتك يا عمران. توقعتك بتسوي زيارة ثانية لعم وعد. طيب يحتاج إني أعتذر لك؟ لا، بس يا ريت لا تفتح هذا الموضوع على الأقل هذه الأيام لين تهدى الأمور. أنا أعرفها زين، لما تهدى ترضى. أنت أدرى، بس وش اللي شاغل بالك هذه الأيام؟ أم المنتصر. إنسان أحبك وكرهه، إنسان أرفض اقبله، إنسان أفضل سامحا، إنسان عاتب وجرحا، إنسان عاتب وجرحا، إنسان الهوما وعده يبقى هو الإنسان، يبقى هو يا لمت بتضلي كذي يا الغالية. أريد أشوفه يا هلال. ماجد؟ نواف، أنا الوحيدة اللي كنت أنتظر ولادته مع زوينة. تمنيت أكون أول وحدة تشيل على يديها وما صار. كانت تقول لي أنت اللي بتربي وما صار. هلال، أنا الوحيدة اللي ما جبت لحد الحين. هدي نفسك يا مريم، هدي نفسك، إن شاء الله بتشوفيه.
بس كل شيء في وقته. كيف صحتي؟ كيف عايش مثل اليتيم وأنا موجودة؟ مريم، ليش انحرم من الحنان كل هذا السنين؟ يكفي مريم، يكفي. ليش انحرم من كلمة ما؟ إنسان قلب تمنى وانتهى عين البكاء حزن وفراق يمشي عمر دنيته يبطش دم أخوته. ها، إلى وين وصلت؟ إلى ولا شيء. توقعت انك اهتديت الى دليل. دليل؟ ايوه، على الاقل ظهرت حقيقة مهمة ما كنت تعرف عنها من قبل. تقصد حقيقة اني عرفت امي المغلوبة على امرها اسمها زوينة، ولا ابوي المستبد اسمه زايد؟ هذا هو دليل الايام الجاية. لا يا سعد، هذه حيرة وقلق ومرار وتنغيص خاطر، قلة حيلة وبعثرة. بعثرة ما تحصل من يلمك فيها غير الصمت، الصبر والتفكير بلا شيء. طيب خاطرك يا أخوي ولا تستعجل الأيام، وقول يا الله. يا الله. ألا تعلق الشيطان شلك؟ Dad!